السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من محبي طيور الزينة. النهاردة أنا هعرض عليكم البديل التاني اللي أنا بستخدمه بعد كلفة الحمام، لأن الفيديوهات اللي فاتت كان في فيديو إزاي إن أنت تنقع فيديو كلفة الحمام لمدة يومين تغير المية بتاعتها وبعد كده تأكلهم، وكانت جميلة جدا وأظن إن شفتوها وعجبتني جدا يعني. وقلت لكم هعرض عليكم بديل تاني. البديل النهارده اللي احنا هنعرضه عليكم البديل الاول بعد الكلفه، طبعا لان الكلفه بيبقى داخل فيها فول ويبقى داخل فيها ذره شامي وذره عوجه. هتقولي طيب الذره الشامي والعوجه، الذره الشامي والفول ما بيطروش بسرعه؟ هقول لك لا، ما هم برضه نقعوا في يومين في الميه بيطروا زي العوجه بالظبط، والبغبغان بيقدر ان هو او العصفور او الاخر بيقدر ان هو يكسرهم ببقه وياكلهم. تمام، ده كده بالنسبه للكلفه. بالنسبه بقى النهارده هعرض عليكم القمح، وقمح الحمام العادي، مش القمح البليله الاكل، لا القمح العادي جدا جدا. كل اللي هيتم ان احنا برضو هناخده وهننقعه يومين ونغير ميته. طبعا انا هخلص كل دوت هوريه لكم، وتقريبا انا عندي صدمه بعد ما وزنته، وده انا هوريه، هتشوفوه معايا هوريه لكم. هو انا جبت كيلو واحد بس ونقعته وصفيته كويس من الميه، وابتديت ان انا اخد ميزانه، واتضح لي اللي انا هوريه لكم دلوقتي ان هو بقى وزنه 2 كيلو على الميزان. انا هوري لكم كل حاجه دلوقتي، خليكم معايا. بالفعل يا جماعه هوري لكم، ده القمح بعد ما اتنقع يومين، نفش طبعا، نفش بشكل فظيع. هي ميته تعتبر قليله، لكن هو طبعا شارب ميه لما عميان، تقدر تقول هو بميته بينزل بعد في التوزيع طبعا على الاطباق، فكده كده الميه زياده ما تشغلنيش. بس احنا لو بصينا هنلاقي في عندنا 2 كيلو 50 جرام، 2 كيلو يا سيدي بعد ما نصفي الميه خالص، 2 كيلو الا ربع على ما اعتقد ان زادت الالفا. يعني انا لو باكل كيلو هيفيض مني، وبالفعل هنشوف دلوقتي مع بعض وهم بياكلوه. طبعا هو طري شويتين يعني يقدروا يقرقضوه، الميه بتطري، وده كده اهو يقدروا ان هم يفعصوه ياكلوه، وده بالنسبه لهم برضو غذاء متكامل ليهم، بديل للبلكم والفلارس. انا يا جماعه بحارب البلكم والفلارس، لان الكيلو وصل ل 60 جنيه وفي تجار تجزئه بيبيعوا ب 65 جنيه، وده كده كتير قوي. فطبعا يعني تابعوني انتوا وربنا يكرم ونفيدكم ان شاء الله معانا. هوريكم رد فعلهم، ده رد فعل البادجي في بسم الله الرحمن الرحيم الـ 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 القمح. ده القمح المبلول زي ما انتم شايفين، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على التعود والراحه. طري يقدروا ياكلوه، ما يقلش عن الفلارس والبلكم في الغذاء بتاعه، وفي نفس الوقت خفضنا التكاليف تقريبا من 60 جنيه ل 17 جنيه. كده اصبح ان الفرق كبير جدا جدا جدا، و17 جنيه كمان وبيجيني الدوبل في الميزان، بيجيني 2 كيلو. فاصبح ان انا يعني ابو 60 جنيه ده لو هيرمي لي انا هرمي مكانه قمح، باللي يخليني اصرف 120 جنيه بلكم او فلاس. تمام، نفس الفائده الغذائيه، نفس القابليه في الاكل، فاتح للشهيه، تقدر تزوده عليه سيلينيوم بس، تقدروا تزودوا عليه سيلينيوم، فيتامينات الميه طبعا ما تتقطعش هي والمخصب. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الالوان بتتكلم عن نفسها، الوان زاهيه، عصفور مظبوط، حاجات كويسه يعني. نقدر نستفاد بالطرق الجميله دي ان احنا نقلل الكلفه علينا ونغذي الطيور بتاعتنا، وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد وحياة العشاب